حياكم الله. أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها، أعلنت عن تمويلها مشروع بناء مدرسة للفتيات في باكستان عبر صندوق تمكين الفتيات، وبالتعاون مع صندوق ملالا الذي أطلقته الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2014، مساهمة منها في تشجيع الفتيات على التعليم وتمكينهن أيضا من المشاركة في تنمية مجتمعاتهن. ما هي الأهداف التي تسعى مؤسسة القلب الكبير إلى تحقيقها من خلال دعمها لهذا المشروع؟ وأهم البنود التي تضمنتها الاتفاقية بين مؤسسة القلب الكبير وصندوق ملالا، هذا اللي بنتعرف عليه إن شاء الله من ضيفتنا الأستاذة مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير. حياة الله مريم. الله يحييك. مساء الخير. مساء النور والسرور. أول شيء طبعا يمكن أنا ذكرت في معرض حديثي في المقدمة الأهداف اللي تسعى لها مؤسسة القلب الكبير الحقيقة من وراء هذه الاتفاقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يأتي إطلاق المشروع هذا أو يأتي دور مؤسسة القلب الكبير انسجاما مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والرامية إلى بناء عالم تحظى فيه الفتيات بفرص واسعة للحصول على التعليم. نعم. بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمشروع اللي تم الإعلان عنه، نسعى من خلال المشروع هذا إلى توفير فرص للفتيات وتشجيع الفتيات المتواجدين في منطقة وادي سوات في باكستان للحصول على التعليم، وأيضا تمكينهم لبناء المجتمع الموجودينهم فيه. نعم. طبعا وادي سوات هي أصلا مسقط رأس ملالا، صحيح؟ بالضبط. شو هي بنود الاتفاقية مريم بينكم بين مؤسسة القلب الكبير وصندوق ملالا؟ طبعا تم توقيع الاتفاقية في مدينة أوكسفورد في لندن بحضور كل من سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير. نعم. وأيضا الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2014. نعم. أهم بنود الاتفاقية إعلاننا عن تمويل أو دعم المشروع هذا بمبلغ 700,000 دولار أمريكي. نعم. إن شاء الله المدرسة راح تفتح أبوابها في شهر أبريل القادم. وراح تستوعب إن شاء الله في البداية 350 طالبة. وراح يتدرج العدد تدريجيا ليصل حوالي 1,000 طالبة خلال العام من مختلف المراحل التعليمية. جميل. يعني المدرسة قريبا إن شاء الله خلاص إن شاء الله تعتبر أنجزت بالكامل، يعني مرافق المدرسة مريم. بالضبط. نحن كمؤسسة القلب الكبير كان دورنا أن نحن نمول المرحلة الثانية من إنشاء صحيح. المدرسة، فالمدرسة مثل ما ذكرتي شبه مكتملة. وصلتنا حتى بعض الصور للمدرسة، وما شاء الله المدرسة تم بنائها بأعلى المعايير والمواصفات. نعم. وإن شاء الله راح نشارك الإعلام الصور هذه بعد الافتتاح الرسمي للمدرسة إن شاء الله. شو هي المرافق مريم اللي حرصتوا في خلال المرحلة الثانية على دعمها بالكامل أو أنها تكون موجودة في هذه المدرسة بالتحديد؟ المدرسة تضم 11 فصل دراسي. وطبعا المرافق الثانية اللي راح تكون موجودة أيضا راح تكون في غرف للكوادر التدريس المدرسين أقصد والإدارة. نعم. أيضا راح يكون في المرافق الخاصة بالمدرسة مثل الملاعب، المكتبات، المختبرات، غرف الحاسوب، وأيضا غرف الاجتماعات. وراح تستوعب المدرسة مثل ما ذكرت في أول مرحلة 350 طالبة. وراح تتوسع البنية التحتية والمرافق التعليمية للمدرسة تدريجيا ليصل عدد الطالبات خلال السنة إن شاء الله 1,000 طالبة. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا أعتقد التركيز من قبلكم مريم، من قبل مؤسسة القلب الكبير على تعليم الفتيات بشكل خاص كان له أسباب كثيرة. أيضا مريم من خلال الجولات في كافة أنحاء العالم، الجولات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسة، بالتأكيد أنتم لاحظتوا وجود يعني أسباب كثيرة لصعوبات التعلم، سواء كان بالنسبة للفتيات أو بالنسبة لي كذلك أيضا الصبية أو الفتيان. شو هي أهم العقبات اللي أنتم لاحظتوها مريم من خلال جولاتكم ربما يعني في كافة أنحاء العالم؟ طبعا مثل ما الكل عارف اليوم مؤسسة القلب الكبير تندرج تحتها أكثر من مبادرة، مش نعم. بس مبادرة صندوق تمكين الفتيات.
يمكن حابة أذكر المبادرات إلى جانب صندوق تمكين الفتيات. نحن عندنا مبادرة الأطفال الفلسطينيين واللي تسعى سمو شيخة من خلال المبادرة هذه إلى توفير حياة كريمة للأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارج الأراضي الفلسطينية. أيضا عندنا مبادرة خاصة بدعم اللاجئين، وركزنا بشكل كبير في المرحلة الأولى على دعم اللاجئين السوريين وتوسعنا لنشمل اللاجئين من مختلف الجنسيات. وعندنا أيضا مبادرة صندوق أميرة، ونسعى من خلال صندوق أميرة إلى توفير الخدمات الصحية الخاصة بالمصابين بمرضى السرطان خارج دولة الإمارات. فاليوم مثل ما لاحظتي نحن عندنا أكثر من مبادرة داخليا في المؤسسة. طبعا نحن نضع استراتيجية خاصة لكل مبادرة في بداية كل سنة بناء على احتياجات الفئة المستهدفة من كل مبادرة. طبعا الاستراتيجية تتضمن الوضع الحالي للفئات المستهدفة في الدول اللي نحن نركز عليها وما هي أهم الصعوبات اللي يواجهونها الأطفال أو عائلاتهم، وعلى هالأساس تقوم مؤسسة القلب الكبير بمخاطبة الشركاء سواء المحليين أو الدوليين، وبالتعاون معهم نضع الخطة للمشاريع اللي نرغب في تنفيذها للفئات المستهدفة في جميع مشاريعنا. مثل ما ذكرتي التعليم عامل جدا مهم ويجب التركيز عليه سواء للفتيات أو غيرهم من الفئات. اليوم الفتاة تعتبر شيء جدا مهم في المجتمع. طبعا الكل عارف اليوم الفتاة هي عبارة عن أم، هي عبارة عن مدرسة، هي عبارة عن مربية، هي عبارة عن سيدة أعمال. فبالتالي لما أنت تستثمرين في السيدة فأنت كأنك استثمرتي في المجتمع كامل. فضروري جدا نحن نركز على التعليم، لأن بدون التعليم لا المرأة ولا غيرهم من الأطفال أو الرجال راح يتطورون ويتمكنون في حياتهم. نعم طبعا نبغى نركز شوية كذلك أيضا مريم على صندوق تمكين الفتيات، حيث أن هذه الاتفاقية مع صندوق ملالة أتت أساسا يعني من خلال هذا الصندوق الحقيقة تمكين الفتيات. نتكلم عن أهميته ويعني أين تكمن أهمية هذا الصندوق؟ صندوق تمكين الفتيات يسعى إلى مناصرة ودعم حقوق الفتيات في مختلف بقاع العالم. نسعى إلى توفير الخدمات التعليمية اللي يجب على كل فتاة الحصول عليها، وأيضا نسعى إلى توفير الدعم النفسي والدعم الاجتماعي وأيضا حمايتهم من مواضيع كثير خطيرة. يمكن في كثير من البلدان نسبة كبيرة من الفتيات يعانون منها، ألا وهي مثلا قضية الزواج المبكر، زواج القاصرات بالضبط، أو قضية العنف الجنسي وغيرها من القضايا الكثيرة. فنحن نسعى من خلال الصندوق هذا إلى توعية المجتمع بضرورة تمكين الفتيات أو ضرورة توفير أهم الحقوق الأساسية للفتيات. وأيضا نركز على جانب التعليم بحكم أن التعليم عامل جدا مهم يجب التركيز عليه في كل المشاريع اللي ننفذها. يعني الجميل مريم أن هذا الصندوق هو لا يهتم فقط بالتأكيد التعليم مثل ما ذكرتي، هو ركيزة أساسية في بناء شخصية المرأة منذ طفولتها، لكن أيضا الجوانب الأخرى مهمة في بناء شخصية المرأة مثل ما ذكرتي، يعني إن كان زواج القاصرات أو غيرها من العادات والسلوكيات اللي ما زالت للأسف موجودة في كثير من المجتمعات. ويمكن أنتم بحكم الجولات أيضا مريم وزيارات الميدانية تلاحظون وجود سلوكيات أو عادات ما زالت موجودة وما زالت تضطهد فيها الفتيات للأسف في عمر صغير، وبالتالي يؤثر على مستقبل هذه الفتاة وعلى إنتاجيتها وعلى عطائها وعلى بناء شخصيتها. يعني المرأة اليوم هي نصف المجتمع بالضبط، فإذا أنا ما استثمرت في الفتاة وهي صغيرة ومكنتها الحقيقة فإذا أين سيذهب هذا النصف بالضبط مستقبلا؟ وهذا شيء جميل جدا. يعني أنا أذكر قبل أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا قمنا بزيارة مشروع من المشاريع اللي تنفذها مؤسسة القلب الكبير في صعيد مصر. قابلنا مجموعة من السيدات ومجموعة من الفتيات، وذكرت لي وحدة قصة لا زالت القصة يعني موجودة أو ذاكرتها. قالت لي إن كان في عندهم طفل صغير عنده مشاكل صحية، حبت أن تساعده، حبت أن تعطي بعض الأدوية، وللأسف لأن هي كانت غير قادرة على القراءة أو الكتابة عطتها دواء كان منتهي صلاحيته، فبالتالي ساءت حالته. فهي أنا كانت موجودة في مكان تتعلم أو تستقبل فيه المواد التعليمية، فكانت تقول أنا سبب من الأسباب أني أبغي أتعلم أبغي أحمي المجتمع اللي أنا موجودة فيه، ما أبغي نفس الموضوع اللي أنا انوجدت فيه يتكرر مرة ثانية. فبالتالي التعليم شيء جدا مهم. نعم مريم، كذلك أيضا يحضرني وإحنا نتكلم عن مؤسسة القلب الكبير، دائما هذه المؤسسة الحقيقة اختلافها وما يميزها وما يجعلنا نفخر بها
أنها تقدم خدمات بطريقة ذكية جدا، يعني لأي مكان في العالم أو في أي مكان في العالم نجدها تقدم الخدمات بطريقة ذكية جدا مختلفة عن أي مؤسسات ربما تدعم المجتمعات بشكل كامل. عادة مريم، كيف توضع الخطط بالنسبة للدعم في كافة الجوانب؟ كيف يتم تلمس الاحتياجات ومعالجتها بذكاء؟ احنا ما نتكلم فقط عن دعم مادي يعطى وانتهى الموضوع، لا، احنا نتكلم عن دعم ذكي يتمثل في مواد حقيقية، في أدوات حقيقية، بناء مستشفيات أو مدارس أو غيرها. كيف يتم تلمس الحاجة وبالتالي على أساسها يتم تحديد طريقة الدعم المناسبة؟ سمو الشيخة جواها دائما كانت تشجعنا وتنصحنا أن نحن نركز على موضوع الاستدامة في جميع المشاريع اللي ننفذها من خلال مؤسسة القلب الكبير. نعم. فبالتالي كل المشاريع اللي نحن ننفذها ناخذ بعين الاعتبار مدى استدامة المشاريع هذه. نعم. وعدد المستفيدين اللي راح يستفيدوا من المشاريع اللي نحن ننفذها. راح أعطيك مثال بسيط مثل ما ذكرتي على نوعية المشاريع اللي يتم تنفيذها. طبعا قطاع التعليم قطاع جدا كبير ومهم، وكثير من المؤسسات الخيرية تركز عليه، لكن يكمن دور المؤسسة في كيفية تنفيذ المشروع الخاص بالتعليم. أنا أقدر وبكل بساطة أنفذ مشروع تعليمي وأطلع للإعلام وأقول لهم أني أنا نفذت مشروع وكان عبارة عن توزيع مثلا ملابس أو مثل أو حتى كتب. بس أنا توجهي دائما مختلف، أنا اللي أسعى إلى تنفيذه يكون عبارة عن تدريب المدرسين مثلا، كيف يقدرون يدرسون الطلاب بطريقة تعليمية صحيحة. أسعى إلى مثلا إعطاء الطلاب اللي مستواهم أو تحصيلهم يعتبر ضعيف أعطيهم دروس تقوية بحيث أني أنا أحسن من مستواهم التعليمي. أركز على هذه الجوانب بحيث أن الأثر يستمر معهم لفترة طويلة ومش بس لفترة بسيطة. جميل. موضوع التمكين أيضا، التمكين الاقتصادي موضوع جدا مهم. صحيح. فبالتالي نحن من خلال المؤسسة دائما نحاول نتعامل أو نتفق مع شركائنا أن نركز على الموضوع هذا. نحاول نثقف المجتمع أو نثقف الفئة المستفيدة من مشاريعنا كيف يقدرون مثلا يديرون مشروع خاص بهم. صحيح. ليش؟ لأن اليوم أنا موجودة معاهم، بكرة يمكن ما راح أكون موجودة معاهم، يمكن ألجأ مثلا أو توجهه يختلف. فبالتالي أنا أحب أن العائلة اللي أنا أركز عليها تعتمد على نفسها ويكون لها مصدر دخل خاص بها، ما تم تطلب أو تسعى مثلا للحصول على المساعدات المادية من الجهات الخيرية. لأن مش هذا اللي نحن نسعى له في مؤسستنا. اللي تسعون لمريم أن تبنون منظومة متكاملة في هذا المكان اللي أنا أقدم فيه الدعم. صحيح. يعني منظومة متكاملة مثل ما ذكرتي تعتمد على التنمية المستدامة، يعني أن يكون الدعم اللي أنا أقدمه مو باليوم مباشر بس. صحيح. لا، أن يستمر فعلا على المدى البعيد. ولذلك يعني أعتقد تأخذون وقت في بناء مثل هذه المنظومة المتكاملة. بالضبط. وأيضا الاستراتيجية اللي نحن نضعها مثل ما ذكرت في البداية تلعب دور كبير، لأن بناء على الاستراتيجية نحن نحدد الأولويات وشو هي الصعوبات والعوائق اللي تواجه كل فئة نحن نركز عليها. صحيح. وبناء عليها نخاطب طبعا المنظمات، ويعتمد طبعا على حسب كل منظمة واختصاصها، وعلى هالأساس نتفق معاهم على المشاريع اللي نحن نبغي ننفذها في كل منطقة نركز عليها. نعم. حتى التعاونات مريم، يعني ربما إحنا اليوم نتكلم عن التعاون مع صندوق ملالة في وادي سوات، أعتقد حتى الاختيارات هذه. صحيح. تأتي في محلها. اليوم يمكن صندوق ملالة وملالة يوسف بحد ذاتها كشخصية مؤثرة الحقيقة في العالم، هي أدرى باحتياجات. صحيح. بنات منطقتها التي نشأت فيها، وربما عانت الأمرين حتى تمكنت اليوم من أخذ حقوقها بالكامل. ولذلك الاستعانة بمثل هذه الصناديق أو المؤسسات أو المنظمات هذا بحد ذاته أيضا اختيار ذكي يأتي في محله. طبعا نحن في جميع مشاريعنا دائما نحاول مثل ما ذكرتي نختار الشركاء اللي نعرف أنهم راح يبدعون في المشروع اللي نحن نبغي نستثمر فيه. ملالة بحكم تجربتها القاسية اللي مرت فيها مثل ما ذكرتي عارفة بالضبط معاناة
كل فتاة في المنطقة اللي هي وبالتالي عارفة احتياجاتهم. عارفة احتياجاتهم. نفس الشيء بالنسبة لصندوق الأطفال اللاجئين اللي يندرج أيضا تحت المؤسسة. نعم. نركز بشكل كبير بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نعم. بحكم تخصصهم في المجال هذا، فبالتالي معاهم هم وبحكم معرفتهم باحتياجات اللاجئين في كل منطقة نسعى إلى تطبيق مشاريع تخدم احتياجاتهم على حسب المنطقة اللي هم عايشين فيها. يعني أنا أذكر صادف أن سوينا أكثر من مشروع خاص بالتعليم للاجئين. نعم. في نفس الوقت، لكن طبعا بعد المناقشات وبعد ما شفنا أيضا احتياجات اللاجئين اكتشفنا أن احتياجات اللاجئين في المنطقة مثلا في لبنان كانت بالكامل تختلف عن احتياجات اللاجئين في مصر. نعم. يعني أذكر إحنا في مصر في نفس الفترة اللي نفذنا فيها المشروع اللي نفذناه في مصر كان عبارة عن إعادة تأهيل وتوسعة بعض المدارس. صحيح. حيث أن تستوعب أكبر عدد من الطلاب اللاجئين. وفعلا هذا اللي صار، وقامت سمو الشيخة أيضا بزيارة مدرسة من المدارس اللي تم إعادة تأثيثها وتأهيلها اللي هي كانت مدرسة 6 أكتوبر. نعم. لتفقد المشروع، بينما الاحتياجات كانت في لبنان جدا مختلفة. المدارس موجودة، الكادر التعليمي موجود، الطلاب عندهم القابلية أنهم يدخلون المدارس، لكن ما كانت عندهم الإمكانيات المالية. فبالتالي نحن كنا نغطي التكاليف هذه بحيث أن الطلاب يدخلون المدارس وتكون عندهم فرصة أيضا للحصول على التعليم. جميل. فيما يخص صندوق ملالة وبناء المدارس كذلك، في تعاون إن شاء الله مستقبلا مريم، الآن بما أن أول مدرسة في هذا التعاون سوف تفتح أبوابها إن شاء الله يعني في غضون شهرين، ما بعد ذلك في التعاون مع صندوق ملالة، هل بالنية كذلك أيضا بناء مدارس أخرى أو كذلك أيضا مشاريع أخرى؟ طبعا صندوق ملالة ما يركز بس على باكستان، عندهم مشاريع في دول كثيرة. نعم. عندهم مشاريع ومشاريعهم مكثفة في أفريقيا، وأيضا عندهم مشاريع خاصة باللاجئين. نحن دائما في جميع المشاريع اللي ننفذها أو في جميع الاتفاقيات اللي نوقعها مع شركائنا نسعى إلى شراكة طويلة الأمد. نعم. إن شاء الله مثل ما ذكرتي هذه كانت يمكن بداية شراكة. نسعى إلى استمرارية الشراكة هذه من خلال توسعة المشاريع اللي راح ننفذها. ومثل ما ذكرت أنا في البداية، إحنا مشاريعنا يمكن أو صندوق تمكين الفتيات ما يركز بس على بناء مدارس. نعم. راح تكون حتى في يمكن مشاريع خاصة بتوعية المجتمع. صحيح. بضرورة حماية الفتاة، فالمشاريع راح تختلف على حسب الاحتياجات. جميل. بالنسبة للمبادرات المؤسسة القادمة بإذن الله بعد يعني انتهاء هذا المشروع، متعودين دائما على طرح مبادرات الحقيقة جميلة من مؤسسة القلب الكبير، ما هو الجديد القادم بإذن الله مريم؟ في البداية بس حابة أنتهز الفرصة وأشكر كل المتبرعين وكل المساهمين اللي ساهموا بشكل كبير لدعم مشاريع مؤسسة القلب الكبير. جزاهم الله خير. نحن طبعا المؤسسة أو المشاريع اللي نعلن عنها بالكامل ننفذها من خلال التبرعات، فلولا وجود المساهمين والمتبرعين يمكن مؤسسة القلب الكبير ما قدرت توصل للإنجاز اللي حققته اليوم. بالضبط. طبعا نحن عام 2018 هو عام زايد. نعم. وطبعا المغفور له الشيخ زايد دائما عودنا على العطاء وعودنا على الحب، العمل الإنساني والخير. فبالتالي مؤسسة القلب الكبير راح تستمر في تنفيذ العديد من المشاريع، وإن شاء الله راح نعلن عن مشاريع نفتخر فيها نحن اليوم كسكان إمارات الشارقة وكمواطنين دولة الإمارات بتنفيذ هذه النوعية من المشاريع لتخدم الأطفال المحتاجين وعائلاتهم في مختلف بقاع العالم. نعم. عموما يعطيكم ألف عافية مريم، الحقيقة إنجازات مشهود لها، وكذلك أيضا كله يرجع بفضل دعم كذلك أيضا وجهود سمو الشيخة جواهر الله يحفظها يا رب في هذه المؤسسة منذ بدايتها، منذ أن كانت حملة. صحيح. إلى أن أصبحت اليوم مؤسسة الحقيقة يعني يشار لها بالبنان من ضمن كافة المنظمات والمؤسسات الكبيرة في دول العالم، نفخر بذلك. شكرا لك مريم. شكرا.